النشاط التجاري بميناء مستغانم يعرف انتعاشا بفضل تشجيع الصادرات من مختلف المنتوجات. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤسسة أتراك توفر الأضاحي بتخفيضات معتبرة، وفي نشرتنا رصد لتباين أسعار الخضر والفواكه. وفي الفن والإيقاع، الأغنية الأندلسية متعت جمهور تنس على مدار يومين، وبجاية سهروا على افتتاح مهرجان الأغنية الأمازيغية. نشرة الأخبار، أهلا بكم. شدد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان على ضرورة تطوير الهياكل القاعدية والأنظمة اللوجستية للنقل دعما للتصدير، وهذا خلال زيارة عمل وتفقد لهياكل القطاع بالعاصمة، عاين خلالها مركز المراقبة الإلكترونية للسكك الحديدية ومركز الصيانة بالخروبة. كما دشن الوزير الميناء الجاف الجديد برويبة. مؤسسة النقل بالسكة الحديدية تنخرط بذلك بهذه المبادرات، سواء في إنجاز هذه القاعدة اللوجستيكية في جزائر العاصمة وفي وهران وفي عنابة، تنخرط في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، لأن ما نجمش نتكلم على التصدير، تشجيع التصدير ما نجمش نتكلم عليه في غياب هذه السلسلة من الهياكل القاعدية واللوجستيكية، خاصة حينما هذه الهياكل تكون مربوطة مباشرة بالموانئ. وإحنا اليوم متواجدين في قاعدة نموذجية تخضع لكل المعايير. أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية خلال أشغال الاجتماع الأول للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة لبلدان اتحاد المغرب العربي بتونس، أبرزت مكتسبات المرأة الجزائرية التي تعززت في كافة المجالات خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي كان آخرها تكريس مبدأ المناصفة في سوق الشغل وفي مناصب المسؤولية بموجب التعديل الدستوري الأخير. كما دعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى توحيد الرؤى بين الدول المغاربية للنهوض بقضايا المرأة، مؤكدة على موقف الجزائر الثابت في نبذها لكل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان. حركية تجارية يعرفها ميناء مستغانم من خلال حجم السلع والتعاملات التي سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. هذا وتطمح هذه المؤسسة البحرية لتكون رائدة في مجال تصدير المنتوجات الفلاحية. كميلة حمون. سجل ميناء مستغانم هذه السنة زيادة معتبرة في معدل نشاطه التجاري. هذا الانتعاش جاء بفضل الارتفاع الملحوظ في نسب التصدير من مختلف المنتوجات. Les engrais en 2017 c'est 9600 tonnes, en 2018 36000 tonnes. C'est 280% d'augmentation. On a fait les produits métallurgiques de 12000 tonnes à plutôt de 120000 tonnes à 311000 tonnes. Tout d'abord, le premier semestre 2018, nous avons constaté une progression de près de 56% comparée au semestre soudanais le premier de l'année passée. يعني في السنة الماضية كان الميناء يعني حجم السلع اللي عبرت على ميناء مستغانم كانت حوالي 525 ألف طن. السداسي الأول من هذه السنة يعني قدرنا أننا نوصله إلى حوالي 28 ألف طن، يعني من أنواع مختلفة من السلع. من جهتها المحطة البحرية هي الأخرى عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد المسافرين والسيارات مقارنة بالسنة الماضية. 75000 passagers. L'an dernier, durant toute l'année, c'était 180000 passagers. On a fait les normes. Malgré que le mahatta, هذه المحطة البحرية, هذه المسافرين, دات بلاصة استراتيجية à l'intérieur de l'enceinte portuaire, mais c'est-à-dire ما أثرتش négativement على l'activité en général تاع البورت دو مستغانم. وعليه رهان هذه المؤسسة البحرية يكمن اليوم في مواكبة توجهات الاقتصاد الوطني المرتكزة أساسا على تشجيع المصدرين. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن اليوم هو غرة ذي الحجة الموافق للثاني عشر أوت، وعليه فإن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة
الموافق للعشرين أوت ويسن للمسلمين صيامه. أما عيد الأضحى المبارك فسيكون يوم الثلاثاء العاشر من ذي الحجة الموافق للواحد والعشرين أوت. ككل عام توفر مؤسسة أتراكو نقاطا لبيع الأضاحي وبأسعار معقولة، كما تضمن عملية البيع بالتقسيط للعمال الذين ينتمون إلى مؤسسات متعاقدة مع المؤسسة. روبورتاج في الموضوع لملك صحكي. البحث عن الأضحية الممتلئة والمقبولة في السعر هو الهدف المنشود هنا، فالأسعار ثابتة ابتداء من 35 ألف دينار إلى غاية 59 ألف دينار. السنة هذه المؤسسة تاعنا حضرت حوالي 4000 رأس غنم. الأسعار تتراوح يعني من الحجم الصغير إلى غاية الحجم الكبير، تتراوح ما بين 35 ألف دينار جزائري إلى غاية 59 ألف دينار جزائري. الماشية تاعنا مصنفة حسب اللون، عندك من اللون الأخضر، اللون الأحمر، الأزرق، وكل لون يشير إلى سعر. مغريات العرض هنا تتصدرها سلامة الماشية التي يصاحبها البيطري، مع إمكانية الإبقاء على الأضحية بالمؤسسة إلى غاية ليلة العيد، فضلا عن البيع بالتقسيط بالنسبة لعمال الشركة المتعاقدة. المؤسسة تاعنا تقوم بعملية البيع بالتقسيط، نديروها مع المؤسسات العمومية. المواطن اللي يسكن في العمارات عنده الإمكانية أنه يشتري الأضحية تاعو ويخليها لهنايا إلى غاية ليلة العيد مع الدفع مبلغ رمزي تاع 1000 دينار جزائري. وبين المدبر والمقبل على الشراء تفاوتت الأسباب. أبوردابل ما شاء الله، الحمد لله. بارابور على برا لا باس، ما كاش لو ريسك هذاك تاع يزرق اللحم، ولا دون لو كاو نقدروا نرجعوا. والغاشي بزاف، فاتحين لنا كيشي واحد بق لي كونفونسيوني بلوس دو ساتاني كي الناس تشري تخلصوا ليسباس. غاشي دوكا نريحوا هنا المغرب ما عرفنا نفروها. جبت الدراري كاع هذو ما جاهم فرنسا، ولاد بنتي جبتهم باش تسمى يخيروا معايا، يتعلموا ثاني العادات، وما يحبوش يحبوا يشوفوا الكبش كي ندبحوه كي نسلخوه. كيف لا، فأصحاب القرار هنا هم الأطفال، ممن أصبح اصطحابهم من الطقوس المفروضة وعدم احترامها يؤدي إلى عواقب وخيمة. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت بورصة سوق الخضر والفواكه تأخذ منحنى تصاعديا في أسواق التجزئة، وسط تخوف المواطنين من استمرار ارتفاعها على الرغم من توفر السلع في كل أسواق الجملة عبر الوطن. رامي عامر بحث في الأسباب. كما البطاطا 7500، المجموع فات فوت 5000 ولا 7500، البصل كيف الثوم ب 40000، الطماطم ب 4000 8000، الفلفل ب 12000، راه زياده. البطاطا غاليه، ويمين تاكل يوم شي 4 كيلو 5 كيلو بطاطا 40000 بزاف. من أسواق التجزئة بوهران وقسنطينة توافقت الأصداء التي رصدتها كاميرا تلفزيون حول ارتفاع نسبي في أسعار الخضر والفواكه مؤخرا، فكيف كان رد الباعة؟ التجار اللوط قرو جملة صحنا نورمال، مش حاجة زايدة بزاف، كما البطاطا هذه متريات زايدة كاين الربوش. بين التجزئة والجملة هامش واسع تكشفه لوحة الأسعار المتداولة بسوق الكاليتوس للجملة على سبيل المثال، والذي يقصده تجار من ولاية مختلفة قد يشكل مرجعا استدلاليا للمواطن. خويا هذا تفاح شحال شريته اليوم؟ 1200. وهذا تاعنا تاع الجزائر؟ تاع الجزائر لوكال. كيما البطاطا راهي من 5000 ل 58. الحلو على حسب السلعة، عندك من 5000 ل 6000، عندك لوبرجين باذنجان 3000 4000، عندك لوبيا ريكوفير عندك من 10000 11. ناس خايفين من العيد؟ خايف، ما كان العيد موفر، كل خير موفر، والو موفر اكثر من الكباش اللي هم يهضر عليها. نستطيع ان نؤكد باسم الجمعيه الوطنيه للتجار والحرفيين ان جميع اسواق الجمله اللي العدد تاعها 44 سوق جمله موزعه عبر التراب الوطني لا تشكو من ندره في المنتوجات. احنا عندنا تواصل بين جميع المتعاملين في سلسله التوزيع، تجار الجمله، الموزعون، التجزئه، دائما نوجههم ونتعاملوا معهم بحيث انه التعاملات هذه تكون في اطار شفاف مع احترام هوامش الربح القانونيه. الاسواق في ولايه ادرار ومع ذلك سجلت ارتياحا لدى المستهلكين، ارتياح اسهمت فيه سياسه الدوله الداعمه لتكاليف نقل البضائع الاساسيه نحو الجنوب. الاسعار منخفضه، البطاطا نورمال 7000، البصله 5000، الطماطم 7، عادي. هذه يومين لاباس شويه الحال، ما دام البطاطا شويه راهي بدات تطلع شويه.
فرابور العميه في الاسعار مليحه، راهي في متناول الجميع، راهي تجي من الشمال لهنا، راهي تقريبا الاسعار راهي خير من الشمال الحمد لله. كيما الطوماطيش راه 50 دينار، البطاطا راهي 70 دينار، الدلع راه 25 دينار، الحمد لله على كل حال. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يأمل المواطن في أن يشكل هذا الارتفاع منبها لضبط السوق وكبح المضاربين. تنمويا وتنفيذا لتعليمات الحكومة، شرعت ولاية إليزي في إزالة أزيد من 860 شاليها أو سكن جاهز، والتي يعود تاريخ إنجازها إلى 30 سنة، وهذا بعد إعادة إسكان قاطنها. إبراهيم بالخير. تحصي ولاية إليزي أزيد من 860 شاليها أو ما يعرف بالسكنات الجاهزة وما ينجم عنها من أمراض وتعرضها لخطر الاحتراق من حين لآخر. وعملا بتعليمات الحكومة، شرعت السلطات المحلية لولاية إليزي في إزالة هذه الشاليهات بوضع مخطط استعجالي يشمل كل البلدية الست للولاية. احنا ماذا بينا يعطونا الملكية ونحوهم، قال المشكل نتاع البراكات هادو، الخاطر طابوا هادو البراكات عندهم تقريبا 30 سنة ضروك. سمعت حاجة ريان لتو يشعلوا الاختيار، سواء أن يبقى في مكانه وفي قطعة الأرضية وفي شاليه على أساس أنه يهدم شاليه وتسلم له القطعة بعقد ملكية زائد الإعانة المالية اللي تعهد بها السيد وزير الداخلية وجماعة المحلية. بلدية إليزي، وبعد الانتهاء من عملية ترحيل المواطنين إلى سكنة جديدة في إطار القضاء على السكن الهش، شرعت في إزالة بقايا هذه الشاليهات بهدف إعطاء وجه جديد للمدينة. تنفيذا لتعليمات السيد وزير الدولة وزير الداخلية سيد ولي الولاية، شرعنا منذ فترة في عملية ترحيل، هي الأولى عملية ترحيل قاطني هذه السكنات الهشة، واليوم شرعنا في إزالة البقايا نتاع السكنات هذه، والعملية مستمرة إن شاء الله، وستنتهي إن شاء الله في مش هو المدة الزمنية المخططة لها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل. أولوية الأولويات في البرارك نتاع لاميون سيما، وحنا إن شاء الله باش نرافقوا هذه العملية يعني أطوارها كل، وانطلقنا في عملية استدعاء كل المعنيين من أجل الانطلاق في أقرب وقت. نفس العملية تعرفها باقي بلدية الولاية إليزه، فيما ستوجه الأوعية العقارية التي يتم استرجاعها إلى مشاريع سكنية بمختلف الصيغ. ما تزال وفود حجاج بيت الله الحرام تصل تباعا إلى البقاع المقدسة، حيث حل أمس وفد الحجاج المتكفل بهم من قبل رئيس الجمهورية، والذي يضم معوزين ومحدودي الدخل وبعض المقيمين بدار المسنين. وقد بلغ عدد الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة إلى حد الآن 23,000 حاج. مفاد التلفزيون عبد الرحمن شريط. تحضيرا ليوم عرفة، أطلقت بعثة الحج الجزائرية حملة لتوعية الحجاج وخاصة الشباب تحت شعار شبابنا في خدمة شيوخنا. الحملة بدأت بندوة علمية شارك فيها ثلة من العلماء الجزائريين، وبينوا بالتفصيل الأدلة الشرعية على جواز ذلك، وأن هناك الكثير من علماء الجزائر وعلماء المسلمين من أباح لمن هو كبيرا في السن أو يعاني من مرض أو كان شابا قويا يستطيع أن يخدم الحجاج بأن يبيت بمكة بالضوابط الشرعية. الحملة وبفتوى شرعية تهدف لتخفيف الازدحام خاصة عند المبيت في مزدلفة ومنى. اليوم هذه الفتوى جاءت من صميم الفقه الذي استصحبناه من خلال النصوص الشرعية وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مقصد التيسير. واليوم نهيب شبابنا الذين سيصاحبون أصحاب الأعذار من المرضى، من الذين لهم أمراض مزمنة، من أجل أن يتركوا أمكنتهم لغيرهم من الذين لا يستطيعون النزول إلى مكة. وسط اختلاف في الآراء، تلقى بعض الحجاج الفكرة بارتياح. من باب التخفيف على الحجاج الميامين، أردنا أن نفتح هذه المبادرة التي كانت ناجحة في العام الماضي في إحدى المكاتب أن تعمم على المكاتب الخدمة الميدانية الأخرى، فباب التطوع أعلن عليه اليوم في إطار إعداد مشعري منى وعرفة. هذا هو الخدمة اللي لازم تخدمه بها الشعب. الشعب يستحق بيكون خطأ عليك تسمع هذا الكلام هذا وانت تا الدين كما هذه الندوة هذه جد تقدم منيح منيح. باب الاجتهاد يظل مفتوحا، والفتوى من وسائل الرحمة، وللمجتهد أجران إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ.
أودع قابض مكتب بريد الجزائر ببلدية الدبداب بولاية إليزي رفقة متورطين اثنين معه الحبس المؤقت، وذلك بعد إحالتهم في على قاضي التحقيق على خلفية عملية السطو المسلح الذي تعرض له ذات المكتب البريدي مطلع الشهر الجاري. هذا ما أكده وكيل الجمهورية لدى محكمة إنميناس عبد طارق في ندوة صحفية. بعد تعميق التحقيق مع قابض البريد أقر بأنه هو من دبر العملية رفقة شريكين له، وأن المبلغ المختلس يحتفظ به بمدينة حاسم سعود. استغلالاً لتلك المعلومات تمكنت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني إلى حد الآن من استرجاع الجزء الأكبر من المبلغ المختلس، وأن الجهود متواصلة للعثور على الجزء المتبقي. صبيحة هذا اليوم تمت تقديمة المشتبه فيهم قابض البريد وشريكيه، وبعد إحالة الإجراءات على السيد قاضي التحقيق أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق. أود في الأخير أن أنوه بالاحترافية والسرعة التي عولجت بها هذه القضية إلى حين الكشف عن المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، وأن النيابة العامة ستحرص على المطالبة بالتطبيق الصارم للقانون ضد المتسببين باختلاس المال العام. في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم 3 إرهابيين أنفسهم صباح اليوم للسلطات العسكرية بتمرست، ويتعلق الأمر بكل من بالرزق أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، سيود حمزة المدعو أبو يوسف الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014، زويد مصطفى المدعو أبو عبد الرحمن الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014. العملية مكنت أيضا من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة، وتعكس هذه النتائج النوعية مرة أخرى نجاعة الاستراتيجية المتبنات من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مختلف المساعي والمبادرات قصد اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بعين جزام محاولة تهريب أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية كانت محملة على متن 3 مركبات. في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج تاجر مخدرات بحوزته 25 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم حجز 22 قنطارا من التبغ و450 وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة وورغلا. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 33 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة، وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان، ورقلة وعين جزام. أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطار رعدية تكون مرفوقة أحيانا بزخات أو حبات برد ستميز المناطق الداخلية لوسط أو غرب الوطن، حيث ستخص ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، المسيلة وبسكرة، وهذا إلى غاية مساء اليوم على 9 PM. تقدم المركبات السياحية بشاطئ النخيل خدمات مخصصة لعائلات الولايات الجنوبية للسماح لها بقضاء عطلتها في أحسن الظروف. عبد الوهاب أفتيس. يعرف شاطئ النخيل بزيرالدا توافد العديد من العائلات وقضاء عطلتها بأحد المركبات السياحية التي تعمل على تقديم خدمات تستجيب لمتطلبات وافديها، خاصة مواطن الولايات الجنوبية. هناك تفضيل، معاملة تفضيلية للسائح اللي يجي من الداخل، لأنه جاي من بعيد، كيجيك من بعيد لازمك يجي تعبان، يجي مرهق، لازمك تفضلوا شوية. السكان اللي جايين من الجنوب عندهم دي غراتويتي، عندهم تخفيضات حتى توصل حتى 50%. تنويع البرامج والأنشطة الترفيهية والسياحية عامل مهم في استقطاب السياح محليين كانوا أو حتى أجانب. جيت من تونس، من مدينة الحمامات،
وجيت بور لو توريزم لا كونفيفياليتي لا جينيروزيتي دو الجيريان ان بروميي يا بري ان تري بو بيزاج. حنا نجيو عندكم في الصيف باش علاش نصيفو نعقبو فاكونس شابه البحر كلشي مليح. لا فاكونس مليح ولو عجبوني لي فاكونس قولوا عجبوني. إذن توفير منتوج سياحي متنوع يسمح للسائح بقضاء عطلته في أحسن الظروف، كما يكون أيضا قيمة مضافة في المعادلة السياحية الجزائرية. في إطار المخطط تتواصل بجامعة بومرداس فعالية الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لجبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية، حيث شكل موضوع التطرف الديني والفتن وطرق الوقاية منها والأسباب التي أدت إلى تراجع العالم الإسلامي مواضيع المحاضرات التي قدمت للإطارات المشاركة في هذه الجامعة الصيفية، حيث تم التأكيد على أن الإسلام دين تعايش ووسطية واعتدال. دوليا وفي مالي توجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس إبراهيم بوباكر كايتا بولاية جديدة. تقرير فهد يحيى. مالي تجري الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وسط أجواء من التوتر بسبب أعمال العنف التي منعت تنظيم الجولة الأولى في أكثر من 700 مكتب اقتراع. مكاتب التصويت فتحت أبوابها مستقبلة أزيد من 8 ملايين ناخب يراقبها مئات الملاحظين المحليين والدوليين من الاتحاد الإفريقي وممثلو الاتحاد الأوروبي. التوقعات في هذه الجولة تشير إلى أن النتيجة محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كايتا، مقابل خسارة سيتذوق مرارتها منافسه زعيم المعارضة سومايلا سيسي. ويبدو الدور الثاني بمثابة نسخة مكررة من الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2013، إذ تنافس نفس الرجلين في دور ثان انتهى لصالح كايتا بفارق كبير محققا نسبة تجاوزت 70%. نفس الطبعة إذن تكرر في هذه الانتخابات بتأكيد من المراقبين الذين يعتبرون أن كايتا هو الأوفر حظا، خاصة وأنه حقق نسبة مرتفعة في الجولة الأولى. وسيكون على الفائز في الانتخابات الرئاسية العمل على إعادة إطلاق اتفاق السلام والمصالحة الذي وقع عام 2015 لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وبذل مزيد من الجهود لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي أرهقت البلد منذ عقود. أسفرت عملية المداهمة الأمنية لأحد المباني في مدينة السلط غرب العاصمة عمان عن إنقاذ أحد أفراد الأجهزة الأمنية، بينما ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 5. وذكرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني وإصابة 20 آخرين في الاشتباك المسلح. إلى جديد الوضع في سوريا، حيث لقي فجر اليوم 12 مدنيا مصرعهم على الأقل إثر انفجار مستودع للأسلحة في أحد المباني السكنية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. هذا وأفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين أن أكثر من 1,000,000 نازح سوري عادوا إلى منازلهم منذ عام 2015. في الرياضة، أسفرت مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس انهزام أولمبي المدية بميدانه أمام مولودية بجاية 4 أهداف لهدفين، في حين انهزم شباب لوزداد بالغياب أمام جمعية عين مليلة 3-0. أما لقاء شبيبة القبائل أمام شبيبة الثورة فقد انتهى بالتعادل 0-0، فيما فاز وفاق سطيف بثلاثية نظيفة 0 أمام اتحاد بالعباس، في حين تعادل مولودية وهران أمام الضيف أهلي برج بوعريريج بنتيجة 1-1، فيما أجل لقاء اتحاد الجزائر دفاع تجنانت ومولودية الجزائر نادي بارادو إلى وقت لاحق. وقد انتهت مباراة الافتتاح التي جمعت أول أمس حامل اللقب شباب قسنطينة ونصر حسين داي بنتيجة 0-1. جولة أولى تميزت بغياب شباب الوزداد عن إجراء مباراته أمام العائد جمعية عين مليلة بسبب مشاكل إدارية ومالية لا حصر لها، أصبحت تهدد حاضر ومستقبل هذا الفريق. فبحسب القوانين شباب الوزداد عد منهزما وسيخصم من رصيده 3 نقاط. الأربع الأوائل الموسم الماضي تعادلوا كلهم، فالبطل شباب قسنطينة لم يحافظ على تقدمه في الدقائق 10 الأخيرة وفرض عليه نصر حسين داي التعادل.
شبيبة الثورة استمرت في تحقيق النتائج الإيجابية وتعادلت خارج ميدانها أمام شبيبة القبائل بدون أهداف. فريق مولودية وهران وبعد أن كان متأخرا في النتيجة في 30 ثانية الأولى أمام شباب أهلي برج بوعريريج تمكن من معادلة النتيجة من خلال ركلة جزاء. مولودية بجاية العائدة سريعا إلى حظيرة الكبار خطفت التميز والتألق بفوزها خارج الديار على أولمبي المدية وبنتيجة عريضة 4-2. الوفاق الصيفي أكد أنه في حالة جيدة، فبعد تأهل عربي وفوز إفريقي ها هو يفوز بثلاثية نظيفة أمام اتحاد بالعباس الذي كان يتمنى من دون شك بداية أفضل من هاته. تميزت الطبعة الخامسة لأيام الموسيقى الأندلسية بتنس ولاية شلف مشاركة العديد من الفرق للموسيقى الأندلسية التي قدمت على مدى يومين كاملين أشهر الأغاني والطبوع الأندلسية، حيث تجاوب الجمهور الحاضر مع وصلات أندلسية ونغمات المبدعين. تفاصيل أكثر مع فتح بعراب. الجمهور المتذوق للأغنية الأندلسية حضر بقوة للاستمتاع بموشحات الموسيقى الأندلسية والكلمات العذبة في سهرات ليلية على مدار يومين. ونقول الفن مازال بخير والجزائر مازالت بخير. سهرة جميلة واستمتعنا بهذا الفن الأندلسي. الليلة هذه سهرنا مع البوليدة وسهرنا مع أوتار تنس، غدا إن شاء الله نسهروا مع بالعباس ومع البليدة أيضا. الجو هذا هو ولن لازم تبقى التواصل الأجيال بين الناس الكبار اللي مارسوا هذه الصنعة والناس الجيل الجديد كما شفتي معنا اليوم، لو شفتوا معنا المدارس والأطفال الصغار اللي مارسوا هذه الموسيقى، التعرف على الأعمال أو الجديد عند الجمعيات الأندلسية. أصوات شابة وواعدة أبدعت في أداء أغاني من التراث الأصيل. مشاركة مميزة حيث تم الحفل بطريقة سلسة وكان تجاوب الجمهور مع الطرب الغرناطي لمدرسة تلمسان. الجمعية الشيخ رضوان بن صاري لمدينة سيدي بلعباس قامت بأداء ببرنامج خفيف بمناسبة هذه الأيام الأندلسية. احنا جمعية أوتار تنس رانا نسعاو باش نرفع دور الموسيقى الأندلسية في قلب الشباب وبخصوص الأطفال الصغار اللي نجمو ندير لهم مودلاج تاع لا ميوزيك أندلوز. سهرة الاختتام توشحت بعديد التكريمات لوجوه فنية أبدعت في هذا الفن الأصيل، وللتلفزيون الجزائري نصيب والموعد القادم بخطوة أكبر على درب الموشحات. فنيا دائما افتتحت سهرة أمس ببجاية فعالية الطبعة 16 لمهرجان الأغنية الأمازيغية تحت شعار منصة الجيل الجديد. أجواء السهرة الأولى التي أحياها الفنان تكفر ناس ينقلها لنا عبد الوهاب أفتيس. ككل موعد تكفر ناس يلهب المنصة، فتميز وأمتع بأداء باقة من روائعه التي رسمت مسيرته الفنية العالمية في سهرة صيفية مميزة. ديني سفرح نطس الفرح ذا مقرن اللي غدا قيها راون ويميس اللي استغلت جميلك إبو جماعة سلفرح ذا مقرن ذا غني إبو حيرت سلفرح ذا مقرن فرحة مليحة مليغة ذا قيها راون وويق أكو ذا كيسيران تجميلته أساقين إفو جمعان نغيل تفاسكيقين نشنا مازيغ ذايني سفرحنا طاسة طاسة ما نرتج ملتي وين سيكون ركوني لو ترافا يخدم الخدمة يخدم ذاي أكيد نربح نكونيا ما ثغالة جميلتا كاسك الغاشية لنويد إذا غيسلن لنويد يوم ننسوين نخدم وستعرف نس الخدمة ننخدمة كنيا سيتان بينيفيس ناد. هذه الطبعة جاءت لتقف وقفة عرفان وتقدير للفنانين عبد القادر بوحي وبوجمعة أقرا واللذين كرس حياتهما خدمة للأغنية القبائلية. مهرجان كما هذا عنده دور كبير لترويج الأغنية الأمازيغية، عنده دور كبير يعني لترويج الفن الغنائي هنا في بجاية وكل نواحي بجاية، وحنا بالطبع رانا ندعموا هاد المهرجان. شنايني انت مازيغ الى قادين
ارني الى قضي دو غرزات الى كتاب مزيغتي كي لكن مثلا اصنف كزاليس لوبجيكتيف نو شناين نيك الفستيفالاي باش كنا نرتجميل تينا زور ام قرانون يوكل كنيدان نديفلوبي تم مزيغتي مورثنا. التظاهرة التي تدوم لغاية 15 من الشهر الجاري ستكون موعدا للجمهور البجاوي مع سهرات صيفية متنوعة. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. النشاط التجاري بميناء مستغانم يعرف انتعاشا بفضل تشجيع الصادرات من مختلف المنتوجات. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مؤسسة لاتراكو توفر الأضاحي بتخفيضات معتبرة. وفي نشرتنا رصد لتباين أسعار الخضر والفواكه. وفي الفن والإيقاع الأغنية الأندلسية متعت جمهور تنس على مدار يومين وبجاية تسهر على افتتاح مهرجان الأغنية الأمازيغية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ولمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية عناويننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.